بعد 4 أشهر من الانتظار أتى اليوم الموعود أخيرا، يوم انتظرته الساحة السياسية والإعلامية على حد سواء. كيف لا وأمين عامل فلان صاحب الخرجات المثيرة للجدل عمار سعيداني سيظهر بعد طول غياب ووسط كم هائل من الأسئلة. حدد اليوم بتاريخ 2 أكتوبر، والمكان بمقر لفلان بأعالي حيدرة بتوقيت 2 زوالا، وكالعادة السلطة 5 حاضرة قبل الموعد، فحجيج الإعلاميين الغفير أتى من كل حدب وصوب، جرائد، مواقع إلكترونية، إذاعات وقنوات محلية وأجنبية. مرت الدقائق كأنها ساعات على المنتظرين ولم يصل سعيداني بعد. فتح باب القاعة وكان جمال ولد عباس أول الواصلين، جلس إلى طاولة الاجتماع وعيناه تغازلان ذلك الكرسي المريح. ثاني الواصلين كان صادق بوغطايا الذي مر بجانب الكرسي للتبرك وأخذ صور الذكرى. أما بعجي أبو الفضل فظل يقلب الكراسي أملاً في العثور على شاغر أمام كرسي الزعيم لتسيد المشهد ولو على هامشه. استوفت القاعة حضورها، امتلأت الكراسي ولم يجد رجال الإعلام مكاناً يسعهم، الكل يشد الأنظار لذلك الكرسي الذي لم يصل صاحبه بعد. الشاي كان حاضراً لكسر جو الانتظار، لكن الحصول على كوب منه لم يكن في متناول الجميع. وبعد ساعة من الانتظار حضر عمار سعداني أخيراً. توقفت الحركة وخيم السكون، شحذت الكاميرات والأقلام لتقييد كل شاردة وواردة تخرج من فم الرجل الذي لا يهادن أحدا في انتظار أن يتم قصف جميع الجبهات بنجاح. في الانتخابات الجاية احنا سنتصدى لها، لا نقبل أبدا بأن تكون شكارة هي الانتخابات، هذا هو صراحة. سمع صوت الرجل المثير للجدل أخيرا، نطق سعيداني ويا ليته ما فعل. إذن اليوم أعتذر لإخواني وأخواتي الصحفيين، ونعدكم إن شاء الله نهار الأربعاء راح تكون إن شاء الله نهار الأربعاء تكون ندوة صحفية موسعة. فبعد كل هذا الانتظار اعتذر ببساطة عن التصريح للصحافة التي راودته جماعات وفرادة ليحيد عن رأيه، وحتى عبارة الحاج التي اختارها الصحفيون لاستمالة الرجل لم تأتي بأكلها. وضرب سعيدان موعدا للصحافة يوم الأربعاء بعد أن صرح بكلمات مختصرة رضوخا لسيف الإلحاح. يراجعوا وإن شاء الله نهار الأربعاء، والأربعاء وإن الأربعاء ليس ببعيد، فصلنا نهارين إن شاء الله. وإلى غاية اليوم الموعود يوم الأربعاء تستمر آلة الغموض حول طبيعة التصريحات التي سيدلي بها الرجل، والتي يقول قادة الأفلان إنها ستكون مفاجئة صادمة واستثنائية. وراح نكونوا صريحين وواضحين.